أقامت سفارة مملكة البحرين في المملكة المتحدة حفل استقبال للاجتماع السنوي لجمعية الصداقة البحرينية. وخلال الاستقبال أشار سعادة الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة إلى عمق العلاقات البحرينية البريطانية والصداقة الطويلة بين شعبي البحرين وبريطانيا. كما شهد الاجتماع السنوي لجمعية الصداقة البحرينية إصدار أول كتاب يحتفل ب200 عام من الصداقة بين البلدين. احتفالية سنوية لجمعية الصداقة البحرينية في المملكة المتحدة مع مرور 200 عام على العلاقات البحرينية البريطانية. سفير مملكة البحرين في المملكة المتحدة سعادة الشيخ فواز بن محمد الخليفة أشاد بالصداقة الطويلة بين البلدين، معلنا للحضور إطلاق أول كتاب لناشر بريطاني يوثق 200 عام من العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة. يأتي احتفالنا هذا السنوي بأصدقاء مملكة البحرين هنا في بريطانيا، والتي تقيم جمعية بحرين سوسايتي هنا في لندن سنويا لأعضائها، وهذا الأعضاء أصدقاء البحرين هنا في بريطانيا من عملوا وعاشوا في مملكة البحرين خلال الفترة السابقة. نحرص على التقاء بهم سنويا ونعرفهم بكل المستجدات اللي حاصلة في مملكة البحرين. والسنة عندنا هذا الكتاب اللي يؤرخ العلاقة بين بريطانيا ومملكة البحرين. 200 years is a very long time. 200 عام من الصداقة وعمر طويل، وأعتقد أن معظم العالم العربي يعرف صداقتنا مع مملكة البحرين، ونستمر في دعم تلك العلاقات المفيدة للجانبين البحريني والبريطاني. كتاب 200 عام من الصداقة يأتي ليوثق العلاقات بين البحرين وبريطانيا بمقدمتين عن العلاقات التاريخية ممهورتين بطوق عين لصاحب السمو الملكي الأمير تشارلز أمير ويلز وسمو ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد. نحن ممتنون لإطلاق كتاب يوثق 200 عام من الصداقة بيننا، وهو يتناول العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية القوية بين بلدينا. استغرقت في كتابته 5 أشهر، وسعيد جدا بحصولي على مقدمتين للكتاب حصلت عليهما من سمو الأمير تشارلز وسمو الأمير سلمان. طبعا العلاقات التاريخية، البحرين بالنسبة لبريطانيا حقيقة في موقعها وفي علاقاتها مهمة، وكانت هي المركز حقيقة في حماية منطقة الخليج ككل، ولهذا السبب يعني هذه العلاقة حافظت عليها بريطانيا بشكل كبير كما حافظت عليها البحرين أيضا. وتشهد العلاقات البحرينية البريطانية خلال القرنين الماضيين وحتى اليوم تاريخا حافلا بالتعاون والترابط والتواصل الدائم بين البلدين قيادة وحكومة وشعبا. علاقات 200 عام من التعاون والترابط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة يحتفل بها الاجتماع السنوي لجمعية الصداقة البحرينية، ويوثقها كتاب 200 عام من الصداقة ليفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات البحرينية البريطانية. عبد جمال، تلفزيون مملكة البحرين، لندن.